بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس 34. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك؟ فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة، وأنا من جملة السائلين، فأجب دعائي، بخلاف قوله بحق فلان فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق، فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل، فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي. وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورد في الحديث أن الماشي إلى الصلاة يقول: أسألك بحق السائلين وبحق ممشاي هذا. فأشكل هذا، إذ ما علاقة الداعي بحق السائلين؟ حق السائلين لهم، وليس للداعي شيء منه، إنما هو لهم للسائلين. فهذا الإشكال ينحل ويتبين بأن قوله بحق السائلين عليك، حق السائلين على الله ما هو؟ أن يجيبهم. حق السائلين على الله أن يجيبهم، وإجابة الدعاء صفة من صفات الله عز وجل، فهو يسأله ويتوسل إليه بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، وهي إجابة السائلين. نعم، فلا إشكال حينئذ. نعم. وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا عن التابعين، ولا عن أحد يعني من لو سأله بحق السائلين، بحق السائلين حقيقة، لكان هذا من الاعتداء في الدعاء، ولكنه لم يسأله بحق السائلين حقيقة، وإنما سأله بشيء أوجبه الله على نفسه. قال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله أوجب على نفسه، ولا أحد يوجب على الله شيئا، وإنما هو الذي أوجبه على نفسه. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فكذلك حق السائلين الإجابة، والإجابة من صفات الله سبحانه وتعالى، فهو توسل إلى الله بصفة من صفاته وهي إجابة السائلين. نعم. وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التوسل إلى الله بحق المخلوق، توسل إلى الله بحق المخلوق، هذا من الأدعية المبتدعة
وإنما في هذا الحديث لم يتوسل إلى الله بحق المخلوق، وإنما توسل بحق أوجبه الله على نفسه لهم. الله هو الذي أوجب على نفسه ذلك، فقال يا عبادي الذين آمنوا يا عبادي، وما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقد عبدوه وجعل للعابدين عليه حقا أن يجيبهم، حقا أن يجيبهم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهذا حق أوجبه الله على نفسه، ونحن لا نسأله بحق السائلين على الله، إنما نسأل الله بصفة من صفات الله. نعم. وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أحد ولا يعني عن التوسل على الله بحق أحد من خلقه، هذا من الأدعية المبتدعة. نعم. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم. نعم. وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية. الحروز هي الكتابة التي تعلق على الإنسان خشية العين، خشية المرض يعتقدون بها، وهذه محرمة، هذه محرمة إذا كانت من غير القرآن، من غير القرآن فهي محرمة، أما إذا كانت من القرآن فإنها حق. فحق السائلين الله جل وعلا يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه، هذا حق على الله أوجبه على نفسه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أوجبه الله على نفسه ولم يوجبه عليه أحد من خلقه، وإنما هذا صفة من صفات الله. نعم. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. بل إن الدعاء هو العبادة كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فالدعاء عبادة لله عز وجل. نعم. وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فالواجب الحلف بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، ولا يجوز هذا إلا لله سبحانه وتعالى، هو الذي حقه التعظيم، حق الله التعظيم. نعم. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق. إذا قال السلف أبو حنيفة من أقدم الأئمة الأربعة، يقال إنه أخذ عن الصحابة، ولكن الصحيح أنه أخذ عن التابعين، أخذ عن التابعين
ولم يدرك أحدا من الصحابة، إنما أخذ عن التابعين، فهو أقدم الأئمة الأربعة رحمه الله، وله قدره وحقه في العلم والعبادة. وكان رحمه الله يأكل من كسب يده، ما كان يأكل من بيت المال، وإنما كان يأكل من كسب يده، يبيع القماش ويقتات من ذلك، من بيعه وشرائه رحمه الله، من باب التعبد لله ومن باب التعفف عن الناس. نعم. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه محمد وأبو محمد وأبو يوسف أبو يوسف نعم محمد وأبو يوسف يقول صاحب أبي حنيفة وهو محمد بن الحسن وأبو يوسف. نعم. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام. إذا قال السلف يكره فمعنى يحرم، كراهية في عرفهم تحريم، أما كراهة التنزيه هذه إنما جاءت فيما بعد، نعم، عند المتأخرين. نعم. يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك. ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه. نعم، بمعقد العز من عرشك، لأن هذا مخلوق، العرش مخلوق، العرش مخلوق، ولا يسأل الله بحق أحد من خلقه. نعم. وتارة يقول بجاه فلان عندك، أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده لأن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا، وهذا أيضا محذور. نعم. ما علاقتك بجاه فلان وفلان؟ أنت ادعو الله بحاجتك ولا تعلقها بجاه فلان وفلان، لأن هذا شيء لم يرد في الدعاء. نعم. فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته. التوسل الذي يفعله الصحابة توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، في حياة أبي حنيفة، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، توسلون إلى الله في حياة الرسول بدعاء الرسول لهم. نعم. فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، وهذا لا حرج فيه. تطلب من الرسول يدعو لك، تطلب من رجل صالح يدعو لك، تطلب من مسلم يدعو لك، لا بأس بهذا. نعم. وإنما كان صلى الله عليه وسلم
لما أراد عمر رضي الله عنه أن يعتمر قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. نعم. وإنما كانوا يتوسلون في حياته صلى الله عليه وسلم بدعائه، ويطلبون منه أن يدعو لهم، وهم يؤمنون على دعائه. نعم. كما في الاستسقاء وغيره، فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. يعني بدعائه، كانوا يتوسلون بدعاء الرسول لهم، يطلبون منه أن يدعو لهم. فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم تعذر أن يدعو لهم، فعدلوا إلى أقرب الناس إلى الرسول وهو عمه العباس رضي الله عنه، فكان يدعو لهم إذا استسقوا. قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعو. دل على أن قوله نتوسل إليك بنبيك أو بعم نبيك أن المراد به الدعاء، أن يدعو لهم. نعم. معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله. نعم. ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس. نعم. ليس التوسل بجاهه، وإنما التوسل بدعائه. ولذلك الذين يقولون بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بدعة، بجاه الرسول هذا بدعة ولا يجوز. نعم. وتارة يقول باتباعي لرسولك ومحبتي له. نعم. هذا طيب، أسألك باتباعي لرسولك وبمحبتي لرسولك، هذا شيء طيب لأن هذا عبادة. نعم. وتارة يقول باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع. نعم. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال، غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. نعم. هذا بدعة، توسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم أو بدعائه بعد موته، هذا مبتدع ولا يصح ولا يجوز. نعم. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول. وأما قوله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فهذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءوك يعني في حياته، وأما أن يأتوه بعد موته هذا ليس مجيئا إلى الرسول، هذا مجيء إلى القبر، هذا لا يجوز. نعم. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به
لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول الإقسام به لا يجوز، وأما كأنه سبب هذا لا بأس. نعم. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار. ثلاثة أواهم المبيت إلى الغار يستدفئون به ويحتمون به، فانطبقت صخرة عليهم، طبقت صخرة عليهم فسدت الغار، ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. قالوا إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا صالح أعمالكم، ادعوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إن أبوي كانا كبيرين وكنت لا أغبق، يعني لا أسقي اللبن الغبوق وهو اللبن، لا أغبق أحدا قبلهما، وإنني يعني تأخرت بالرعي، فلما جئت وجدتهما نائمين، وجد أبويه نائمين، فوقف عليهم ومعه الحليب حتى أصبح، فلما أصبح قام وشرب اللبن، وذلك من البر بهما والإحسان إليهما، هذا عبادة لله عز وجل، عبادة لله، وتوسل بها، توسل بعبادته لله في إكرام والديه والرفق بهما، هذا عمل صالح. وقال الآخر: اللهم إن كانت لي ابنة عم من أجمل النساء، وكانت أحب الناس إلي، وقد راودتها عدة مرات يعني في الحرام فتأبى، فلما صابتها حاجة طلبت منه المال فأبى يعطيها إلا أن تمكنه من نفسها، فمكنته من نفسها للضرورة، فلما جلس بين رجليها قالت له: يا هذا اتق الله ولا تفك الخاتم إلا بحقه، فقام وتركها خوفا من الله، هذا عمل صالح. وقال الثالث: اللهم إنه كان عندي راعي غنم، كان عندي راعي غنم كان يرعاها بقسم منها، يرعاها بقسم منها الغنم، فذهب ولم يأخذ أجرته، فنماها هذا الرجل، نمى هذه الغنم حتى تناسلت، فجاءه الراعي وقال: يا فلان اتق الله وأعطني حقي. قال: خذ هذا الوادي كله لك. قال: اتق الله لا تهزأ بي. قال: لا أهزأ بك، إنما هو حقك. فأخذها وساقها ولم يترك منها شاة، ولم يترك منها شاة. اللهم إن كنت فعلت ذلك طاعة لك ورغبة فيما عندك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. نعم. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة،
وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر. الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر. الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وأما البشر فيشفع الشافع عندهم ويضطرون إلى قبول شفاعته لأجل أن يستفيدوا منه، يضطرون إلى قبول شفاعته لأجل أن يستفيدوا منه. أما الله جل وعلا والله يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب، بمعنى أنه صار به شفعا، بمعنى أنه صار به شفعا فيه بعد أن كان وترا. صاحب الطلب واحد، فلما شفع له آخر صاروا اثنين، هذا معنى الشفع. الشفع والوتر، الوتر واحد والشفع اثنين فأكثر. نعم. بمعنى أنه صار به شفعا فيه بعد أن كان وترا، فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه، فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب. نعم. فقد شفع الطالب والمطلوب منه، والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه، فلا شريك له بوجه. فسيد الشفعاء يوم القيامة صلى الله عليه وسلم إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيحد نعم له حدا. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة إذا أراد أن يشفع للخلق جميع الخلق، أن يريحهم الله من كرب الموقف، 1000 سنة واقفون على أقدامهم فيطلبون من يشفع لهم، وينتهي طلب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. كل نبي يعتذر ويقول: نفسي نفسي. كل نبي يعتذر ويقول: نفسي نفسي، لا أملك لكم من الله شيئا، إلى أن يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيتقدم بين يدي ربه ويسجد تحت العرش ويدعو الله بأدعية لا يعلمها في الدنيا، وإنما يفتحها الله عليه في سجوده. فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فيقوم صلى الله عليه وسلم ويشفع في الخلق أن الله يريحهم من كرب الموقف فيشفعه الله، وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود، لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون. نعم. فيحد له حدا فيدخلهم الجنة من أمته. نعم. يحد له حدا من أمته فيدخلهم الجنة بشفاعته صلى الله عليه وسلم. نعم. فالأمر كله لله. نعم. كما قال تعالى:
قل إن الأمر كله لله. قل إن الأمر كله لله، الأمر يعني الشأن، الأمر يعني الشأن والشيء، كله لله، مالك الملك سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء، قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وذلك لما حصلت وقعة أحد وقتل فيها من المسلمين من قتل، دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اللهم لعن فلانا وفلانا من كفرة وقعة بدر، اللهم لعن فلانا وفلانا عددا من المشركين، عاتبه الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال الله لرسوله ليس لك من الأمر شيء، دل على أن أحدا ليس له شيء على الله جل وعلا إلا ما أعطاه الله جل وعلا بمشيئته. فالله لا يسأل إلا بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نعم. وقال تعالى ألا له الخلق والأمر، قال الله جل وعلا ألا له، يعني نفسه سبحانه وتعالى، له الخلق والأمر. الأمر هو التشريع، الأمر هو التشريع، الأمر والنهي والإيجاب وغير ذلك، التشريع هو الأمر، هذا لله عز وجل. له الخلق فهو الخالق وحده، وله الأمر وحده، فلا أحد يشرع للناس إلا الله جل وعلا. نعم. فإذا كان، قال بعض السلف لما سمع هذه الآية أظنه ابن عمر قال من كان له شيء فليطلبه، ما بقي شيء، له الخلق والأمر، من له شيء فليطلبه، ما لحد شيء. نعم. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته كما قال صلى الله عليه وسلم، إكراما للشافع ونفعا للمشفوع. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. اشفعوا يعني عند الناس، اشفعوا عند الناس فيما بينهم، إذا صار واحد يريد حاجة من شخص وأبى ذلك الشخص فإنه يأتي بمن يشفع له في قضاء حاجته، هذا لا بأس به وهو فيه أجر عظيم. اشفعوا تؤجروا يعني فيما بينكم. نعم. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. نعم. الشفاعة مجرد وساطة، وأما إعطاء الشيء فهو من الله جل وعلا. نعم. وفي الصحيح الشفيع ما أعطاك شيء، ولكنه انضم إليك في الطلب من الله جل وعلا، فصار شفعا بعد أن كان الطالب واحدا. نعم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله من شيء، يا صفية عمة رسول الله لا أملك لك من الله من شيء،
يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله من شيء. لما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين في مكة، صعد الصفا صلى الله عليه وسلم ونادى وصباحاه اجتمع الناس إليه ليروا ما عنده، فقال اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم بدأ بأقرب الناس إليه، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أملك لك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا سليني من مالي. نعم، فأقرب الناس إليه يقول لا أملك لكم من الله شيئا، فكيف يملك للأبعدين؟ نعم. وفي الصحيح أيضا لألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها يعار أو رقاع تخفق، فيقول أغثني أغثني، فأقول قد أبلغتك لا أملك. هذا في الأخذ من الغنيمة، في الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، هذا غلول، ما كان لنبينا يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فالذي أخذه من الغنيمة قبل قسمتها يأتي به يحمله يوم القيامة، حتى البعير يأتي به يحمله، حتى الشاة، حتى الفرس، حتى يأتي به يحمله والعياذ بالله يوم القيامة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. نعم، فيقول أغثني أغثني، فأقول قد أبلغت. وقد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يكثر من العبادة، يكثر من العبادة حتى غبطه الصحابة، فلما مات ذلك الرجل هنأه الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وقال لا تزكوا على الله أحدا، الله أعلم، الله سبحانه وتعالى أعلم بعباده وبصلاحهم واستقامتهم، فلا حاجة أنكم تخبرون الله بأن فلانا كذا وفلانا طيب وفلانا مطيع وفلانا. نعم. وفي الصحيح أيضا لألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها يعار أو رقاع تخفق، فيقول أغثني أغثني، فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. نعم. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء صلى الله عليه وسلم يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ نعم. وإذا دعاه الداعي، هذا فيه رد على الذين يعكفون على القبور يطلبون الشفاعة من الموتى، هذا كفر وشرك بالله عز وجل، يطلبون الشفاعة يقولون هؤلاء رجال صالحون ونحن مقصرون ونريد منهم أن يشفعوا لنا، فلا يجوز طلب الشفاعة من المخلوق عند الله، أما المخلوق عند المخلوق فلا بأس، أما عند الله فلا يجوز طلب الشفاعة من المخلوق عند الله جل وعلا، وإنما يسأل الله، تقول اللهم شفع في رسولك، اللهم شفع
في عبادك الصالحين. نعم. وإذا دعاه الداعي، ومن هو الجاهي، بجاه فلان أو بجاه النبي أو هذا كله من هذا كله من الكذب على الله ومن الدعاء الباطل. نعم. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء صلى الله عليه وسلم يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفيع. إذا دعاه الداعي الله جل وعلا، وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة، لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، وإنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى، ما هو بأن الله تأثر بالشفاعة، وإنما تفضل الله بقبول الشفاعة. نعم. فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال عباده، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر، وأن الله خالق كل شيء. نعم، الله خالق كل شيء، خلقكم وما تعملون، فعمل الإنسان مخلوق من الله جل وعلا. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، والإمام البخاري له كتاب اسمه خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، كتاب مستقل. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله، نقف عند هذا. إيش اللي وقفت عليه؟ والميثاق الذي أخذه الله تعالى، الميثاق، نعم، الميثاق الذي أخذه الله على الخلق. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وقد أخذ ميثاقكم، يقول الله جل وعلا، وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول، هل هناك إشكال في قول بعضهم بجاه نبي الله أن تفعل كذا وكذا؟ ما يجوز هذا، ما يجوز السؤال بالجاه، بجاه النبي ولا بجاه الملائكة ولا بجاه أحد، يسأل الله جل وعلا بدون جاه. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول، ما حكم قول الداعي اللهم إني أسألك بهذا المكان الشريف المبارك إذا كان يدعو في المسجد الحرام؟ هذا طيب، لا بأس، الدعاء في المسجد الحرام مستجاب، الصلاة فيه عن 100,000 صلاة. نعم. ويقول حفظك الله، ما حكم الدعاء بالزمان المبارك إذا كان في رمضان؟ كذلك طيب الدعاء في وقت الإجابة، مثل الدعاء في آخر الليل، الدعاء عند الكرب، هذه مظنة الإجابة. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول، ما حكم قول الداعي اللهم إن كنت تعلم أني أحب الله ورسوله حقا فاقبل دعائي؟ ما أعرف هذا. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول، ما حكم تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الوتر؟ تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له
أجعل لك نصف صلاتي، أجعل لك، إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها، يعني الدعاء المقصود به الدعاء، ما هو بالصلاة اللي هي الركوع والسجود، لا الدعاء، لأن الدعاء يسمى صلاة. وصلي عليهم، وش معناها؟ ادعو لهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم التوسل بحبه للصالحين؟ ما يزكي نفسه، ما يزكي نفسه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يكون السؤال بالفعل الصالح مرة واحدة، أم يجوز تكراره والتوسل به عند الضرورة؟ نعم. يقول: هل يجوز السؤال، سؤال الله بالعمل الصالح مرة واحدة، أم يجوز تكراره بالتوسل به عند الضرورة؟ لا بأس بذلك. نعم، كرر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز الدعاء بقول اللهم إني أسألك بوجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما يجوز هذا، ما يتوسل الله بذات مخلوق أبدا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: البعض يقول أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مسألة خلافية، يقول: هل هذا الكلام صحيح؟ ما هو بالعبرة بالخلاف، الخلاف واقع ويكثر الخلاف، لكن العبرة بالدليل، من الدليل معه؟ العبرة بالذي معه الدليل من المختلفين، ولا الاختلاف ما يسوغ للإنسان أنه يعمل ما يريد، ما يسوغ الخلاف، لابد من اتباع الدليل. نعم. فإذا كان أحد المختلفين معه الدليل فهو صاحب الحق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم السؤال، سؤال الله عز وجل بقوله بجاه ربي؟ ما ورد هذا، ما ورد هذا، والدعاء توقيفي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل كل ما أوحى الله إلى أنبيائه كان بواسطة؟ نعم، بواسطة جبريل عليه السلام الموكل بالوحي. نعم. إلا بعض الأمور فقد يلهمها الله الرسول صلى الله عليه وسلم إلهاما بدون واسطة جبريل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض الناس يجعل عقد الزواج في المسجد الحرام لغرض التبرك، هل هذا جائز؟ هذا ذكره الفقهاء، ذكروه، حتى بعضهم يعقد في الجوف الكعبة، وهذا لا أصل له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لو ذكر في متن الزاد في المسجد الحرام، يقول عقد الزواج فيما بعد العصر في المسجد الحرام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز تفضيل صلاح الدين الأيوبي على بفعله على ما فعله خالد بن الوليد وأبو عبيدة رضي الله عنهما؟ لا، الصحابة ما هنا أحد أفضل منهم، الصحابة لا أفضل منهم. نعم، ما أحد يبلغ فضلهم ممن جاء بعدهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أيهما أفضل، كثرة قراءة القرآن أم حفظه؟ كله طيب، اجمع بينين،
احفظ واقرأ، اجعل لك وقت تلاوة واجعل لك وقت حفظ. نعم، والوقت واسع الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: انتشر في بلدنا ألبانيا، يقول، في السنوات الأخيرة احتفال يسمى الاحتفال باليوم العالمي لحجاب المرأة المسلمة، يقول، حيث أنهم يتكلمون ويتحدثون عن أهمية الحجاب وأدلته ويقومون بأنشطة تناسب هذه المناسبة، ما حكم فعلهم هذا؟ إذا كان هذا من باب البيان للناس وتعليم النساء هذا طيب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قال لي أبي أحضر شماغي، يقول، وسبقني للمسجد، وعندما دخلت المسجد ركع الإمام، فهل، يقول، أدخل في الصلاة أم أعطي أبي شماغه؟ لا، الحق بالصلاة، وأبوك ما يخالف، لو صلى وما عليه شماغ صلاته صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز الأكل من الطعام المخصص للصائمين وهو مفطر؟ لا، هذا خاص بالصائمين، لا يجوز إلا إذا كان يأذن صاحب الطعام، يأذن لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل، هذا سؤال من تنزانيا، يقول: رجل كان نصرانيا وعنده 8 زوجات، فلما أسلم أسلمنا نساؤه وقبل أن يختار 4 منهن. أربعا. وقبل أن يختار 4 منهن. نعم. توفي ثم توفي، فمن يستحق الإرث من الزوجات؟ التي اختارهن، التي اختارهن قبل موته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل البيعة التي من تركها فقد مات ميتة جاهلية هي البيعة للإمام فقط أم للإمام ونائبه؟ ولاة الأمور، لولاة الأمور وعلى رأسهم الإمام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أتوب كثيرا وأعزم ألا أعود للذنب، ولكن تغلبني الشهوة وأعود مرة أخرى. كرر التوبة، كل ما أذنبت كرر التوبة ولا تيأس من قبول التوبة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: يقول أنه مصاب بالبهاق، يقول: هل يجوز لي البحث عن الدواء؟ إذا كان له دواء نعم ابحث، إذا كان له دواء، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، إذا كان له دواء فالله باح لنا التداوي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من اغتسل من الجنابة وتبين له بعد الغسل أن جزءا من بدنه لم يصبه الماء، فهل يعيد الغسل؟ إذا كان قد يبس فيعيد الغسل، أما إذا كان ما يبس لا يزال رطبا فيكفي أنه يعمم الباقي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل مس المرأة لعورة الصغير ينقض الوضوء؟ مباشرة نعم، تجعل على يدها ساترا، تجعل على يدها ساترا وتباشر ولا يضر الطهارة، لكن إذا ما كان عليها ساتر فإنها ينقض الطهارة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم نقل الدم من الكافر إلى المسلم؟ هل يعد دم الكافر نجس؟ لا، الدم هو الدم، كله واحد، دم الآدمي سواء، دم الآدمي سواء،
إذا فيه نفع فإنه يؤخذ. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يصح القول بأن لا نأخذ الحق والعلم إلا من أشخاص معينين، ولو جاءت الفتوى من غيرهم لا يقبلونها ولو كانت موافقة للكتاب؟ المعين للفتوى يقدم، المعين للفتوى يقدم، أما غير المعين فمن تثق بعلمه فإنك تأخذ بقوله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم تكرار النظرة الشرعية للمخطوبة؟ لا بأس بذلك حتى يعرفها يتأملها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لماذا سمي المقام المحمود؟ لماذا سمي المقام المحمود بذلك؟ لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز أداء صلاة الاستسقاء في مصلى أو في مسجد العمل ومسجد المدرسة؟ نعم، لا بأس بذلك، هم يستسقون في المدارس الآن وقد أقرهم العلماء، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف نجيب المؤذن عندما يقول الصلاة خير من النوم؟ تقول: الصلاة خير من النوم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا عام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كم مدة وقوف الخلق يوم القيامة قبل فصل القضاء؟ 50,000 سنة، مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما ضابط تغيير المنكر باليد؟ يقول: ما ضابط تغيير المنكر باليد؟ ولي أمر هذا أو نائب عن ولي الأمر، ما ينكر باليد إلا ولي الأمر أو من أنابه ولي الأمر، أما غيره الذي ليس له يد ينكر باللسان، وإذا عجز عن اللسان ينكر بالقلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا لأصحاب السلطة، فمن لم يستطع فبلسانه لأن يبين وينصح، وإذا لم يستطع ما عنده علم ينكره بقلبه ويبتعد عنه وعن أصحابه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم زكاة الذهب الملبوس للزينة؟ خلاف الجمهور على أنه ما في زكاة إذا كان يعد للتزين، يعد للتزين، هذا مستعمل، يقولون هذا مستعمل فلا تجب فيه الزكاة، هذا قول الجمهور من أهل العلم، لكن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أخذا بالعموم، عموم الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الرسم على اليد بالقلم؟ يقول: هل يعتبر من الوشم؟ إذا كان يزول مع الماء فلا يعتبر، إنما الشيء الثابت، الرسم الثابت على اليد الذي لا يزول، هذا الوشم المنهي عنه. نعم. لعن الواشمة والمستوشمة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: حدث خلاف بين جماعة مسجدنا، هل تذكير إمام المسجد
أو قراءة شيء من الحديث أو التفسير بعد الصلاة له أصل من الكتاب والسنة أم أن المقدم يقول الأذكار؟ الأذكار بعد التذكير، الأذكار تأتي بعد التذكير. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض الناس إذا أراد أن يدعو شخصا إلى شرب القهوة أو لوليمة قال: جيرة الله أن تستجيب دعوتي، ما حكم هذا القول؟ لا يجوز هذا القول، هذا قول لا يجوز. يدعوه فإن استجاب الحمد لله، وإما استجاب قد أدى الواجب عليه خلاص. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: يقول قمت بإنشاء مؤسسة ومعي شريك وأقوم بإدارتها وأتقاضى راتبا شهريا ونسبة من الربح، يقول هل هذا الفعل جائز؟ هذا حسب الإجازة، إذا أجازوا هذا سمحوا به، يعني سمحوا به فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الكراهة عند مالك والشافعي رحمهما الله في مسألة الصلاة في مسجد فيه قبر هل يعد من الكراهة للتحريم؟ أي نعم، عند القدامى من العلماء الكراهة يراد بها التحريم، إنما يراد بها التنزيه هذا عند المتأخرين من الفقهاء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، والله جل وعلا يقول: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الطريقة الشرعية في إنكار المنكر الذي يقره ولي الأمر؟ حسب الاستطاعة، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ولكن ما يجلس في محل المنكر ويقول: أنا منكر بقلبي، لا، اعتزل وابتعد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض الناس يقول يتهمون بعض العلماء بالسكوت عن إنكار المنكرات المتفشية، فما هي طريقة إنكار العلماء؟ يقول: مش أدري عن العلماء إنهم ما ينكرون، يعلم الغيب أو هذا من التزيد في القول؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في قول الله تعالى: في يوم نحس مستمر، هل هذا دليل على جواز وصف اليوم بالسواد إذا رأيت شرا فيه؟ أي نعم، هذا وصف اليوم، ما هو إن هذا طبيعة اليوم، ما هو طبيعة اليوم ولكن وصفه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما السنة في خفض الأصبع ورفعه في التشهد؟ جائز، هذا جائز تحريكه وجائز عدم تحريكه، وبعض العلماء يرجح تكرار التحريك، يرجح تكرار التحريك لأن الشيطان ينفر من ذلك. نعم. وهذا هو الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: يقول ما نصيحتكم إذا رأى، يقول ما نصيحتكم إذ رأيت كثيرا من المسلمين لا يهتم بالولاء والبراء ويثني على اليهود والنصارى ويدعو إلى حوار الأديان وتقاربها؟ يقول: هل جاهل ولا ضال؟ حدان أقرب ما يكون أنه ضال الكلام هذا. نعم. أحسن الله إليكم،
ويقول هل يجوز الاحتجاج بفعله ذلك أنها من كلها إبراهيمية، أديان إبراهيمية؟ أعوذ بالله، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذه ملة إبراهيم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في بلدنا كثير من الطلبة يقول يهتمون، كثير من طلبة العلم يهتمون بتعليم الكبار دون الصغار، يقول: فقررت أن أترك وظيفتي يقول: في بلدنا كثير من طلبة العلم يهتمون بتعليم الكبار، فقررت أن أترك وظيفتي لأدرس الصغار اللغة العربية والقراءة. يقول: هذا أجبنا عليه، السؤال هذا أجبنا عليه أنه لا بأس بذلك إذا كانت المصلحة في هذا فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف يرد على من يستدل بأن الإله ثالث ثلاثة؟ يقول: كيف يرد على من يستدل بأن الإله ثالث ثلاثة استنادا للعقل على أن اللبن له مكونات عدة؟ هذا باطل، استدلال باطل، هذا استدلال باطل لتصحيح عقيدة النصارى، وهذا أبطل الباطل، عبادة النصارى باطلة، باطلة لا تقبل عند الله عز وجل. بعد مجيء الإسلام نسخت الأديان، نسخت الأديان، أما قبل مجيء الإسلام النصراني الذي على دين نبي من الأنبياء هذا صحيح، لكن بعدما جاء الإسلام صار هو الدين الوحيد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل حاك شيء في صدره وشعر بأنه سيحدث له مصيبة، يقول: هل يعتبر هذا من فراسة المؤمن أو من تشويش الشيطان؟ هذا من الشيطان ليحزنك بذلك، ليحزنك بذلك، فاستعذ بالله من الشيطان ولا يضرك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الفرق بين الآية والمعجزة؟ الآية هي المعجزة، والآية أصح، الآية أصح لأنها هي التعبير الذي جاء في القرآن، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، معجزة هذه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: والشيخ الإسلام له كتاب في هذا، لا يرى أن تقال المعجزات وإنما تقال الآيات. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يكفي في إنكار المنكر في القلب مجرد الامتعاض؟ هذا أقل شيء، أقل شيء، إذا كنت ما تملك الإزالة ولا تملك الإنكار باللسان، أقل شيء أنك تكره المنكر وتبتعد عن مكانه وعن أهله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عنده ورشة لإصلاح السيارات، لكن الذي يدفع له قيمة الإصلاح شركة التأمين، يقول: هل يجوز له ذلك أخذ المبلغ؟ إذا كان أنه دافع ثمن التأمين فلا بأس بذلك، أما إذا كان ما دفع ثمن التأمين وإنما يأخذه من أموال الناس هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز الأخذ من اللحية بحجة أنها ليست متساوية الأطراف؟ لا يجوز هذا، الله جل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أعفوا اللحى، أرسلوا اللحى، أرخوا
اللحى كلها ألفاظ بالصحيح، لا يجوز يتعرض للحية بشيء إلا إذا كانت فيها شيب، يجوز أن يغير الشيب أو يستحب أن يغير الشيب بغير السواد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف الرد على من يحتج بحديث الشفاعة ويقول إن العمل ليس شرطا لصحة الإيمان؟ ما يكون الشفاعة إلا للمؤمن يا جاهل، الشفاعة لا تكون إلا للمؤمن. نعم. أما الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما تقرأ القرآن؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط؟ تفضلا من الله جل وعلا، هذا تفضل من الله، والله يؤتي فضله من يشاء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قول الشخص خير يا طير؟ هذا تطير، ما يجوز، هذا تطير ما يجوز، هذا من ألفاظ التطير المنهي عنه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يسجد لكل سجدة في القرآن في الصلاة؟ يستحب، هو بواجب. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.